السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة أحكي لكم حكاية كده صغيرة حصلت لي من كام يوم وأنا قبل ما أنام كده وبقلب في الفيسبوك كالعادة، وعادة معظم المصريين قبل ما يناموا يفضل فتح الفيسبوك كده ويقعد يقلب فيه. لقيت منشور عنوانه استورد سيارتك بنفسك، في فيديو عن استيراد السيارات من الخارج. الموضوع شدني صراحة وقلت أحضر الفيديو ده وأشوفه القصة بتاعته. حضرت الفيديو وشوية كده لقيتني تلقائيا كده من غير ما اخد بالي راحت ايدي رايحة على خانة السيرش، وكتبت كده بشكل سريع استيراد، كيفية استيراد سيارة من الخارج، وهوب ماسورة فيديوهات انفجرت في وشي عن الجمارك والزيرو جمارك والتعرفة الجمركية ومش عارف مؤسسة كذا واتفاقية كذا، وكلهم تقريبا بيتكلموا في نفس الحوار. ما شدنيش الا مقطع واحد بس صغير كان عامل اكتر من 500,000 مشاهدة. طبعا الرقم زي ما تقولوا كده خلاني قلت اشوفه. لقيت ان انت هو بيقول في المقطع ده ان انت ممكن تنزل سياحة في اي دولة اوروبية وترجع بعربية عادي باسمك، او ان حد مغترب او حد صاحبك او صديق ليك ينزل لك عربية باسمه وهو في دولة اوروبية او دولة عربية. سرحت بخيالي كده لقيت نفسي اني فعلا انا ليا اصدقاء كتير جدا عايشين بره مصر، وفكرت كده وقلت ايه، طب ما خليني كده اقلب في الفيسبوك واشوف الموضوع ده صح ولا لا. طبعا رحت رايح بعد ما حضرت الفيديو خالص واقتنعت الصراحة بالكلام، رحت رايح مقلب في الفيسبوك ومقلب في كم موقع اوروبي عن السيارات الاوروبية. لقيت ان العربيات بقى اسعار بسيطة واسعار زهيدة وامكانيات رهيبة وجبارة. فكرت وقلت بقى ان انا اروح، ان انا ليا اكتر من واحد صديق ليا، طب ما انا اكلم حد من اصدقائي دول ينزل لي عربيه باسمي ونشوف مستخلص كده يخلص لنا القصه دي كلها. قعدت ادور بقى على الموضوع وخدت لي يجي ساعتين بقلب واتفرج واشوف مواضيع واشوف فيديوهات واشوف ناس بتتكلم في الموضوع ده. لقيت ان انا كده عامل زي اللي نط في الميه وفاجئ ان هو بدل ما هي حمام سباحه، لان الموضوع ان هو نط في المحيط، موضوع كبير قوي متشعب جدا. النهاردة مش هنتكلم بقى عن طريقة الاستيراد وخطوة بخطوة ولا الكلام المستهلك ده كله. النهاردة هنتكلم رأسا مع أساس الموضوع وأكتر الناس دراية بالموضوع ده. هنتكلم مع مفتاح السر اللي هنعرف منه كل تفاصيل اللعبة وقوانينها. معنا ومعاكم النهاردة الأستاذ مجدي سليمان مدير مجمع سيارات جمرك بورسعيد السابق، عشان نعرف منه هل الكلام ده فعلا حقيقي ولا مجرد كلامه. استنوني واوعوا تروحوا حته تانية، هنتكلم في موضوع مهم جدا بعد الفاصل عن استيراد سيارات. استنوني. هذا البرنامج برعاية زمان. واحنا اطفال كنا بننام من غير قلق، من غير توتر، بنرتاح. دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الاطفال، مع هيلمان هتنام زي زمان. بتستورد من برا مصر سيارات، أغذية، ملابس أو أي سلعة تانية؟ استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي، ثقة، مصداقية. اهلا بحضراتكم مره تانية ونرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الاستاذ مجدي سليمان مدير مجمع سيارات جمرك بورسعيد السابق. اهلا بحضرتك يا فندم وحمد لله على السلامه. الله يسلمك، وانا سعيد بوجودي في برنامج موتور مع تيمور. اهلا بحضرتك واحنا اسعد والله. استاذ مجدي اسمح لي كده استغل وجودك معانا النهارده، اصل النهارده هنستغلك من الاخر يعني. نتكلم بقى سؤال بيدور في ذهني وفي ذهن كل اللي بيسمعنا، وهو بصراحه بيدور في ذهني لفتره طويله يعني. هل فعلا اي حد يقدر يجيب عربيه من بره؟ ممكن، بس لها شروط.
زي ايه بقى؟ يتم شحنها او فتح اعتمادها خلال سنة الموديل والا يكون قد سبق استخدامها. هما شرط يعني بالبلد اوضح ان تكون في سنة الموديل وتكون جديدة. يعني مثلا لو انا شاري عربية موديل 2000 مثلا و17 يبقى انا استوردها 2017 صح كده؟ لا احنا في مثلا احنا النهاردة في شهر نوفمبر 2019 فانا بستوردها في موديل 2019 جديدة حتى 31/12/2019 شحنها او فتح اعتمادها. فتح الاعتماد ده بالنسبة للتجارة للسيارات التجارية ان الشخصي شحنها اتشحنت 31/12 من 2019 مسموح بدخولها جمهورية مصر العربية بعد كده لا يعني لو اتشحنت 1/1/20 لا يعتبر كده مخالفة استيرادية. مخالفة استيرادية. طيب خلينا كده نبدأ في موضوع مهم جدا الناس كتير بتتكلم فيه دلوقتي وأصبح الناس كلها اللي فاهم فيه واللي مش فاهم بيبدي برأيه. يعني إيه زيرو جمارك؟ كلمة زيرو جمارك يعني تخفيض فئة البند الجمركي بنسبة 100%. تمام. يعني أنا ما أدفعش أي جمارك. مش هندفع جمارك. تمام. وده نتيجة إيه بقى؟ إن مصر طرف في الاتفاقيات. تمام. في اتفاقية كذا اتفاقية هنقول على سبيل المثال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، في اتفاقية أغادير، في اتفاقية تركيا. تمام. اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية دي بدأ تنفيذها وتطبيقها من 2010. كان نسبة التخفيض على فئة البند الجمركي 10%. كل سنة 10% لغاية 1/1/2019 بقت نسبة التخفيض 100%. اللي احنا بنقول باللغة البلدي برضو زيرو جمارك. 100% مش هدفع حاجة. يعني انا اي عربية هجيبها من برا مش هدفع عنها حاجة. مش هدفع عنها حاجة جمارك. ولكن في ضرائب ملحقة بالضريبة الجمركية. اللي هي ضريبة القيمة المضافة. والجدول بتاعها ورسم تنمية الموارد. تمام. يعني هم دول الرسوم اللي انا هدفعها الرسوم الثابتة. الرسوم الثابتة. لكن جمارك مش هدفع جمارك. لها شروط بقى في التطبيق. ان تكون المنتج اللي هي السيارة انتاج اوروبي مشحونة من اوروبا. في شحن مباشر لان في قاعده رقم 13 في من قواعد المنشا اليورو المتوسطي ده بتقول شحن مباشر من دوله الانتاج. يعني ما ينفعش تبقى اوروبي مثلا وجاي من الخليج مثلا. بالظبط كده. من اي دوله غير دول الاتحاد الاوروبي واللي ماضيه في الاتفاقيه. تمام. يبقى كده ما طبقش الاتفاقيه من ضمن الشروط. تمام. يبقى قلنا حضرتك شحن انتاج اوروبي. تمام. مشحونه من اوروبا مصحوبه بشهاده ما اثبات منشا بنسميها يورو 1. تمام. اللي هي اثبات المنشا يورو 1 ودي بحصل عليها من جمارك التصدير في دوله اوروبا الدوله الاوروبيه اللي انا مستورد منها. تمام. تمام مظبوط. تمام. ايه النظم المطبقه لاستيراد السيارات؟ يعني بمعنى اكثر دقه انا لو عايز اجيب سياره اكيد في نظم ولوائح بتدير الموضوع ده. ايه النظم دي؟ هو اولا حضرتك في نظام الوارد النهائي وبينظمه قانون الاستيراد 118 سنة 75 ولائحته الاستيرادية صدر بقرار الوزير التجارة رقم 770/2005 وتعديلاته. تمام. الملحق 3 اللي احنا اتكلمنا في الشرط ده بينظم شروط استيراد السيارات في الملحق 3 مرفق باللائحة الاستيرادية. في بقى المادة 22 بتتكلم على الشخصي وده هنتكلم فيها بعد كده. والسيارات المعاقين اللي هم نقدر نقول في الوقت الحالي محدش ينفع يستورد سيارة غير صاحبها او يكون من ذوي الهمم او ذوي الاعاقة. دي بقى ايه لو عربيات مستعملة دي اللي هنتكلم فيها مع حضرتك. احنا اتكلمنا في الوقت في الفقرة دي على الجديد. طيب ماشي. يعني احنا كده بنتكلم عن العربيات الجديدة. اوضحها برضو للسادة المشاهدين ان لو عربية جديدة موديل 2018 وصاحبها اشتراها في 2019 هنقول لا مخالفة لان هم زي ما قلت حضرتك موديل السنة. أيوة. وتكون جديدة. تمام. تمام. يعني حتى لو اشتراها موديل نفسه يعني حتى لو اشتراها جديدة ما يعني احنا كنا بنسأل ان انا مثلا عند قدامي عربية في الخليج موديل 2015 وفي المعرض وما تباعدش. بالظبط. اشتريها واجيبها انا كنت في 2018 مثلا. اقول له لا 15 جديدة زيرو. ماشي بس مش في سنة موديلها. يبقى انت ما استوفيتش القاعدة الاستيرادية. يعني كده يعتبر ان انا هشتري بس تفرج عنها الا بموافقة وزارة التجارة. فالجمارك اي مخالفة استيرادية بتعرضها على وزارة التجارة. وزارة التجارة صاحبة الولاية. صاحبة الولاية في الافراج او عدم الافراج. طب وبترجع لشروط ايه طيب؟ هو طبعا في المادة 7 من اللائحة الاستيرادية اللي اتكلمنا فيها دلوقتي بتقول ان الاصل في استيراد السلع يكون جديد الا ما استثنى بنص خاص في الملحق 2 بقى. تمام. الملحق 2 برضه هنتكلم مع حضرتك فيه دلوقتي
له شروط برضو خاصة بالنسبة للسيارات ركوب المستعملة. طب خلينا كده عشان بس ما نحسش ان الجمهور ابتدى يتهم مننا. تمام نتكلم في نقطة نقطة. تمام بما ان انا كنت واحد موجود في الخليج وعشت فترة في الخليج تمام وانا وراجع جبت كنت هجيب العربيه معايا طبعا عربيتي بس طبعا لقيت ان في حاجه بتدخل مش عارف تريبتك وحاجه اسمها ملك اول وحاجه اسمها طبعا هي دوامه يعني ومتشعبه جدا ومحدش يقدر يديني الراي الاكيد فيها. فناخدهم بقى لو هناخدهم نقطه نقطه يعني يبقى السؤال حضرتك اللي سالته لنا دلوقتي اللي النظم وانا زي ما قلت تفرعت شويه ما جاوبتش على قد اجابه مختصره. هو قلنا في النظام الوارد النهائي وفي نظم جمركيه خاصه. تمام. النظم الجمركيه الخاصه وزاره التجاره ملهاش ولايه يعني مش هطبق عليها قانون الاستيراد. تمام. في وقتها اللي هو الافراج المؤقت. تمام. والاعفاءات وبينظم الافراج المؤقت الماده 145 لغايه الماده 160 من لائحه قانون الجمارك رقم 10 لسنه 2006. ومعلش حضرتك انا بكتب بقول ارقام لا عشان اي مشاهد عايز يتاكد الكلام ده عشان يبقى اما يجي بالظبط ولما حد يكلم قال له لا انا معايا القانون اهو. وطبعا القانون متاح في المطابع الامريكيه او على النت موجود ممكن يقدر يحصل عليه ويبقى عارف بيتكلم بعلم بحيث برضه ما يعملش مشاكل مع الزملاء في الجمارك. طيب دلوقتي لو احنا ابتدينا نتكلم ناخدهم نقطه نقطه يعني انت حضرتك قلت لي دلوقتي في طرق خاصه باستيراد السيارات اللي ليها اعفاء مؤقت او 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 بتاخد تصريح افراج مؤقت او اعفاء نهائي من الجمارك او اعفاء من الجمارك ايا كان. تمام ناخد نقطه بقى ايه يعني ايه اعفاء مؤقت اللي هو افراج مؤقت ده اللي هو بنطلق عليه تريبتك. تمام نوضحه كده في كلمه بسيطه ان هو افراج مؤقت لمده محدده. المده دي نص عليها الماده 145 زي ما قلت لحضرتك لمده 6 شهور او جزء منها بتتقسم لثلاث شهور او جزء منها في مقابل تعليق اداء الضريبه الجمركيه 500 جنيه. تمام. لو عايز يجدد كمان ثلاث شهور تانيين يبقى بيدفع 1000 جنيه. على عن ثلاث ملهاش موديل. ملهاش موديل. ليه بقى؟ سعر. لان هي الاساس المواد دي معموله لتشجيع السياحه. تمام. ففي اتفاقيه برضه مصر ماضيه فيها من فتره طويله قوي بخصوص الجزئيه دي. اللي بينطبق عليهم او اللي لهم حق يستوردوا العربيات دول هم المصريين المقيمين في الخارج. تمام. او السياح او العابرين. تمام تمام يعني سواء يعني لو انا مصري مقيم بره وعايز انزل بعربيتي ما فيش اي مشكله بتقضي فيها اجازتك وبعد ما خلصها بترجعها تاني لبلد اللي انت كنت فيها او بتحطها في دائره جمركيه منوط بها كده دي بتعتبر بمثابة إعادة تصدير للخارج بس ما اقدرش امشي بيها في الشوارع لا بتمشي بيها طالما في صلاحية الإفراج المؤقت. طب لو عدى الإفراج المؤقت عليا هنا بقى بيتعرض لعقوبة بينظمها بقى القانون من 116 ل 118 حسب الواقعة اللي تمت. طيب العقوبة دي بقى بتتحسب ازاي او لها شروطها ايه حسب بقى محضر الضبط وظروفه وشؤون القانونية في الجمارك بتكيفه ازاي قانونا يعني القصة دي تبقى في الجمارك مش في الشارع يعني انا لو ماشي في الشارع وراكب سيارة تريبتك مثلا عدي على فترة الافراج الجمركي وقفت في لجنة مرور ايه اللي بيتم معايا وقتها؟ هو طبعا ادارات الافراج المؤقت في السيارات على مستوى مصلحة الجمارك اذا كان بورسعيد او السويس او اسكندرية او سفاجة او اي منفذ جمركي اذا كان منافذ حدودية او منافذ في داخل الجمهورية دي مجرد ما بينتهي صلاحية بيختر جزئين نادي السيارات الضامن ومباحث المرور. مباحث المرور تمام يعني كده مباحث المرور بيبقى عنده عنده معلومة ان انا اوريدي اصلا مخالف ايوه بيجي له اشارة ان احنا في العربية الفلانية دي اللي رقمها كذا كذا دي اوريدي مخالفة دي بقت مخالفة وضع مخالف. وضع مخالف يعني يعمل ضبط واحضار ويسلمها لاقرب جمرك فوق من في وقت الضبط. تمام وبعد كده بقى يبدا انا كصاحب السياره دي ابدا اتحرك على اشوف الحلول بتاعتها ايه. يعني مثلا ضبطت في المنصوره مثلا. تمام. ممكن دمياط او ممكن بورسعيد اقرب حاجه. ماشي. راحت الجمرك واتصدرت انا المفروض بعمل ايه؟ بدفع الضريبه بتاعتها بقى وضعها ايه وخلفيتها ايه والغرامات اللي عليا ايه وبسددها سددت وخلاص طهرتها بعيد تصديرها للخارج. لكن ما ينفعش ادخل بيها برضو تاني مره لمده مماثله القانون بيقول في بخزنها او بصدرها مده مماثله لمده الافراج المؤقت.
انا افرجت 3 شهور يبقى هتتخزن 3 شهور في الجمارك أيوة. مش بره الجمارك في مخازن خاصه بالجمارك داخل الدوائر الجمركيه. طيب لو انا ما عملتش كده وما عملتش تجديد ومشيت بيها وانا بمشي بيها مثلا في الصعيد في حته ما فيش فيها شرطه في اماكن متطرفه ايا كانت الاليه وعد عليها فتره طويله حلو هل ينفع اتعامل معاها تاني ولا بتبقى خلاص السياره كده خلاص انتهت وقتها؟ الجمارك بترجع على الضامن اللي هو نادي السيارات بتاخد الجمرك بتاعها او الضريبه الجمركيه من نادي السيارات بالاضافه العربيه مستعمله فبياخد مثل قيمتها برضو لصالح وزاره التجاره. تمام. طب وبيبقى ايه الموقف بقى القانوني بتاع العربيه وقتها؟ ما العربيه انت حضرتك قلت تاهت في البلد خلاص. تاهت انا يعني ماشي ما هي تاهت الجمارك يعني بقى هترفع قضيه تهريب بعد فتره ما هيبقى هنخش بقى في قضيه تهريب بقى تطبق على الماده 121 قانون الجمارك تطبق على مين؟ على المالك. طبعا الملك على الملك. طب لو هي اتسرقت اصلا؟ لا لو سرقت بيعمل محضر في الشرطه وبيتقدم برضو للجمارك بس برضو دي ما بتعفهوش ان هو من المسؤوليه لسه بيدفع جمرك يعني كده في كل الحالات هيدفع بيتمتع بيها ان هو جاي يقضي اجازته لمده محدده وراجع تاني للمكان. طيب هي تعوقه القصه دي لو هو راجع من غير السياره يعني هو في تاشيره الخروج وراجع تاشيره الخروج برضو حته كويسه ودي واقعيه ان بتبلغ المواني ان الشخص ده في وضع مخالف وعليه قضيه مع الجمارك فبيعملوا ضبط احضار لشخصه بقى يعني هو بيبقى برضو حبيس الجمهوريه ما عرفش يطلع من الجمهوريه. أعزائي المشاهدين استنونا بعد الفاصل هنتكلم على حاجة مهمة جدا سيارات الملك الأول أو زي ما احنا بنسمع عنها يعني ايه سيارة ملك أول هنستفيد بالمعلومات دي كلها مع الأستاذ مجدي بعد الفاصل استنونا. هذا البرنامج برعاية تستورد من برا مصر سيارات أغذية ملابس أو أي سلعة تانية استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي ثقة مصداقية. فاكرين زمان واحنا اطفال كنا بننام من غير قلق من غير توتر بنرتاح؟ دلوقتي مع مرتبه هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الاطفال. مع هيلمان هتنام زي زمان. اهلا بحضراتكم مره تانية ومكملين مع الاستاذ مجدي. كنا اتكلمنا قبل الفاصل في العربيات اللي واخده افراج مؤقت اللي هي التريبتك ومشاكلها والقصه دي كلها. طيب حضرتك كنت قلت لي ان في عربيات بتاخد اعفاء كامل اللي هي ايه بقى؟ الاعفاءات منها سيارات السياحه وبتدفع فئه موحده 5% والمنوط بيهم الشركات السياحه بيطبق اللي هي خاضعه لقانون 38 سنه 77. تمام. يعني ما ينفعش دي للافراد؟ لا شركات سياحه. شركات سياحه ولها شروط معينه وضوابط معينه ولازم تكون جديده برضو موديل السنه من شرط الاستيراد بتاعها. تمام. لكن ما ينفعش افراد تستخدمها؟ لا الافراد بتاخدها من خلال شركات السياحه اللي هي بيسموها اللي هو الليموزين اللي هي ايجار اللي بتأجر منها بعد كده. طيب السياحه اساسا يعني. طيب والفئه الثانيه سيارات الإعفاءات ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة. تمام. اللي هي خاصة بإخواتنا ذوي الهمم أو أولي الهمم. طب خلينا نتكلم في أولي الهمم دي بعد ما نسأل سؤال مهم تاني لأن إخواتنا أولي الهمم دول لازم نفرد لهم مساحة كبيرة ونتكلم باستفاضة أكتر في الجزء بتاعهم.
خلينا نسأل أول سؤال. احنا دايما بنسأل عن حاجة اسمها عربية ملك أول. يعني ايه عربية ملك أول؟ العربية ملك أول هو ليه لما نيجي ندور في القوانين اللي اتكلمنا فيها مش هنلاقي ملك أول. تمام. هنلاقي ان مصري مقيم في الخارج تملك عربيته في سنة موديلها او في مستوفي القواعد الاستيرادية وقت تملكها. تمام. بمعنى لو قلنا مثلا عندنا عربية موديل 2012، يبقى لازم المصري المقيم في الخارج يتملكها في 2012. تمام. هيثبت للجمارك ازاي ان هو تملكها؟ في فاتورة الشراء بتبقى بتاريخ معاصر لتاريخ الشراء. يعني لازم تبقى فاتورة الشراء في نفس السنة الموديل بتاع العربية. يعني 2012 بيشتري في 2012 اي كان الشهر بقى اللي اشترى فيها. بالاضافة ان هو بيجيب شهادة بيانات من ادارة المرور في الدولة المقيم فيها او اللي بيعمل فيها ويوثقها ويعتمدها. بالاضافه بقى هل هو مقيم ولا مش مقيم، هيجيب لي بقى جواز السفر موضح عليه الاقامه برضه في سنه 2012 على سبيل المثال اللي بنتكلم فيه. تمام. يعني هي القصه كلها دلوقتي ان ما ينفعش اي حد يجيب عربيه من الخارج الا لو كان هو اللي اشتراها في سنه الموديل، لان هي هتكون جايه النهارده مثلا في 2019 هتكون مستعمله. ايوه بالظبط. فاحنا القاعده اللي قلناها لازم تكون جديده وموديل للسنه، فهنقول له لا مخالفه. هيقول لي لا ده والله انا متملكها، ويجيب لي المستندات اللي هو تملكها بيها. ويتعامل ازاي بقى وقتها؟ واحنا بنتكلم النهارده مثلا هو النهارده تملكها ب 2012 مثلا وجاي مصر ما هعود نهائي او عايز ايوه في 2019. تمام. انا بتعامل معاه قيمه ولا استيرادي؟ معنى ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب بالنسبه للاستيرادي زي ما قلنا كده هيجيب يثبت بفاتوره وشهاده بيانات والاقامه بتاعته. تمام. الاستيرادي بقى القيمه، لان طبعا قيمه الاغراض الجمركيه طالما العربية مستعملة في المادة 29 من لائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10/2006 بتقول لي أول سنة تديره 10%، كل سنة 5%، حد أقصى 50% من قيمة العربية. من قيمة العربية أولا بتبقى القيمة دي مزاعة عن طريق الإدارة العامة للتقييم الجمركي اللي هي في اسكندرية، بتتوزع على جميع المنافذ الجمركية. فأنا باخد للسعر العربية وهي جديدة وبشوف العربية أوبشن بتاعها إيه، في منها ستاندر وفي منها أوبشن بضيفه وبديله خصم الاستعمال وبضيف حاجة اسمها النولون اللي هي مصاريف الشحن وواحد في المية تأمين، بوصل للقيمة سيف تطبيقا للمادة 22 من قانون الجمارك. يعني هو الموضوع اللي حسبة ما ينفعش يعني ما تنفعش تتقال كده عفوية. لا 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 هي بتبقى حسبة. وبرضو ممكن نلجأ كمعلومة سعرية ان انا بسترشد بأسعار الوكيل اللي في مصر اللي هو جابها، وفي الغالب غالبتهم بيجوا عن طريق جمارك الإسكندرية اللي يعتبر مينا كبيرة. وجمارك الإسكندرية مشكورة متعاونة مع المنافذ الجمركية إذا كان السويس أو بورسعيد أو القاهرة، وبتمدهم بالمعلومات السعرية أول بأول. فبيسترشد بيها المتمن وهو بيعمل حسبة القيمة دي يعني. تمام. طيب خليني كده أسألك سؤال بيهم ناس كتير. يعني مثلا على سبيل المثال أنا هحكي لحضرتك موقف بسيط ونضرب عليه مثال عشان نوضح للمشاهد العملية دي بتتم ازاي. يعني هقول مثلا لو في واحد مغترب ليه 15 سنة. تمام. يعني هو مغترب ليه 15 سنة في السعودية في الكويت في البحرين ايا كان اي دولة، في سواء دولة عربية او اوروبية. تمام. وهل هي هنرجع نسأل حضرتك هل هي هتختلف دولة عربية ولا دولة اوروبية؟ تمام. طيب وجي راح اشترى عربية بعد ما راح بثلاث اربع سنين، بس ما كانتش وقتها موديل السنة. يعني هو مثلا اشترى مثلا كان هو مغترب من 2010 مثلا، وجي راح اشترى في 2012 عربية بس كانت موديل 2011 قبلها بسنة او 2009. أيوه. تمام. وهو اشتراها مستعملة، نزل معرض واشتراها مستعملة وهي معاه ليها مثلا 4-5 سنين وعايز يرجع بيها. بيتعامل ازاي لو هو معهوش فاتورة؟ هو طبعا قبل ما يشحن المفترض يركز معانا الوقتي على اساس ان هو هنا في وضع مخالف استيرادي، لان ما تملكهاش في سنه موديلها زي ما قلنا اخوه اللي كان قاعد معاه في نفس البلد اشتراها في سنه موديلها. فهنا في وضع مخالف استيرادي. طب لو هو شحن بقى ومش عارف المعلومه دي ووصل الميناء، بنعرض على وزاره التجاره كجمارك، الجمارك بتعرض على وزاره التجاره ان في مخالفه استيراديه هنا. وزاره التجاره بتدرس الحاله ممكن توافق بالافراج بتعويض مثل القيمة الجمركية. طب سؤال، وزارة التجارة بتدي القرار بناء على ايه ولا ملهاش ضوابط؟ لا لا هي في قواعد طبعا هم ماشيين بيها يعني. تمام. يعني دي خاصة يعني في ملعب وزارة التجارة بالزبط. يعني برضو ممكن بعلاقتي الطيبة مع بعض الزملاء في وزارة التجارة
ان الحالة دي طالما مصري مقيم في الخارج وجايب وهو كان بيجهل الموضوع ده فبيوافقوا على الافراج بالتعويض لصالح وزارة التجارة. المبلغ بيتحصل في خزينة الجمارك. تمام. طيب هو في حالة دي ان هو معاه فاتورة، لو هو معهوش فاتورة راح يشتراها من السوق، نزل زي سوق زي سوق الجمعة وراح عجبته عربية واشتراها ومشي بيها 5-6 سنين 10 سنين، طب ولو كانت قبل العربية دي قبل تواجده في الدولة المقيم بيها، وهنا بقى مخالف ايا كان اذا كان قبل وجوده او في وجوده بس اشتراه مستعملة، يعني هي طالما هو مش ملك اول يبقى مخالف وكده في الحالة دي نرجع لوزارة التجارة. برضو حضرتك برضو واحد يقول لك ايه، انا تملكت العربية دي وهي جديدة زيرو، بس لما اجي اشوف تملكتها امتى، ده هي موديل 2015، لا والله تملكتها 2016، نقول له لا انت كده مخالف. ايوه كده دخل في بند المخالف خلاص، يبقى الموضوع كله يرجع لوزاره التجاره في اللحظه دي. هي صاحبه الولايه على ومنظمه للاستيراد لجمهوريه مصر العربيه. طيب خلينا نتكلم بقى عن حاجه مهمه جدا دلوقتي نختم بها حلقتنا، حاجه ناس كتير مستنياها وابتدت تنتشر في الفتره الحاليه، العربيات الخاصه بذوي الهمم، لان طبعا بقت منتشره جدا على الفيسبوك وعلى المواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل والشركات والمكاتب استيراد سيارات خاصه مجهزه طبيا، استيراد سيارات مجهزه طبيا. طيب خلينا نتكلم، هل السياره المجهزه طبيا خاصه دي ليها قيود في الاستيراد ولا ملهاش قيود؟ هي الماده 22 استثنتها من القواعد الاستيراديه، بس كان في الفتره اللي فاتت قبل تطبيق قانون 10 لسنه 2018 للإعاقة الحركية، ولكن القانون 10 ل 2018 اللي هو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فتح الإعاقات حوالي 13 إعاقة، يعني أي شيء بيعوق الإنسان عن أداء وظيفته الطبيعية فده إعاقة. أي مرض لأمراض الدم، لو جرى الرعاش أو بتاع بيعرض الكوميسيون الطبي، بقى هو اللي بيحدد الوضع، هل ينفع يقود العربية بحالته دي ولا ممكن يقودها مرافق او احد اقاربه من الدرجة الاولى. اخد بال حضرتك، هو ده بيبقى متاح مسموح بيه هو القانون، بس بشرط برضه حضرتك عشان الناس تبقى عارفة ان لازم فيه بطاقة الخدمات المتكاملة اللي بيسموها بطاقة اثبات الاعاقة، ومعاه قرار من الكوميسيون الطبي، وبيقدم هو بقى تعهدات في الجمارك ان هو استورد عربية قبل كده او ما استوردش على نظام الاعفاءات، شويه ضوابط كده يعني، بس اهم حاجه يكون معاه بطاقه اثبات الاعاقه وقرار من الكوميسيون الطبي. ايوه. بالنسبه برضو حضرتك الاعاقات اللي هي غير الحركيه، هو برضو كمعلومه ان ابتداء يعني برضو كنما العلمنا يعني ان ابتداء من 1/12 هيبدا الكوميسيون الطبي العام في وضع الضوابط للحالات اللي هي ايه ما كانتش موجوده في القانون 186 لسنه 86، اللي هي لسه تعتبر حالات جديده. حالات جديده بالظبط، وطبعا تطبيق القانون لسه برضو يعني في البدايه، ووزاره التضامن الاجتماعي بتصدر البطاقات دي لذوي الاعاقه. اخد بال حضرتك، يعني كده افهم من حضرتك ان ذوي الاعاقه يقدر يستورد اي عربيه ايا كان موديلها ايا كان نوعها يعني ولا لها شروط وضوابط؟ الماده 22 دلوقتي بتتكلم على الاعاقه الحركيه، فاظن يعني ان وزاره التجاره هتدرس الموضوع ده على اساس يعدل الماده 22 تبقى تتوافق مع القانون 10 لسنه 2018. طيب ماشي، لا انا بتكلم في نقطه تانية، هل في شروط على السياره نفسها يعني العربيه نفسها اللي انا هستوردها؟ هو برضه حضرتك ده سؤال كويس قوي، لان كان في القانون 186 اللي هو اتلغى كان ليميت 1600 سي سي من العربيات الصغيره ما زادش السعر التريع عن 1600 سي سي المعاق العادي او المصاب اثناء العمل. اما المعاق اثناء العمليات الحربيه اذا كان شرطه او جيش كان الوصل يوصل لغايه 1800 سي سي. مع القانون 10 عمل حد الاعفاء، مش هتدفع جمارك خالص ولا هتدفع قيمه مضافه خالص، كل اللي بتدفعه رسم تلميه الموارد اللي هو 3%. تمام. طب الاكثر من 1600 ما حددش بقى اذا كان عسكري او مدني. حضرتك تقدر تدفع اهلا وسهلا، بس هتدفع الفرق بين الضريبه. يعني انا الضريبه دلوقتي 40% لغايه 1600. تمام. الاكتر من كده 135. طب يبقى الفرق ده هتدفعه للجمارك. طيب ال 135 ولا 40 القيمه المضافه برضه نفس الكلام. ماشي، ال 135 ولا 40 والقيمه المضافه دي
بتحسب من ايه؟ يعني 135% من ايه؟ من القيمه الاغراض الجمركيه لسه قايل لحضرتك دلوقتي ان برجع للمعلومات السعريه اللي بتذاع من اداره يعني قيمه التقليل. السياره نفسها وقتها هي وجديده او سعر الوكيل بالظبط وديها خصم الاستعمال بالضبط اللي قلت شرحتها لحضرتك بالضبط اللي احنا ايوه عشان اوصل للقيمه الاغراض الجمركيه للسياره دي. وطبعا كل سياره بتختلف قيمتها عن الثانيه حسب الاوبشن. في واحده بسافه اكيد في واحده سافه بانوراما في كابورليه في مش عارف ايه كهرباء في اوبشن كتير وفي عربات بتبقى الاوبشن العادي يعني اذا كان تكييف باور اذا السنتر ده اللي موجود فيها الستاندر العادي بالظبط. يعني كده انا اقدر افهم من حضرتك دلوقتي ان مع القانون الجديد ما اصبحش في حاجه اسمها 1600 سي سي او 1800 سي سي او هي 1600 حتى 1600 القانون نصص عليه معفي معفي من الضريبه الجمركيه ومعفي اساسا من القيمه المضافه طبقا للقانون المسلسل 52 من القانون الجمركي. هو ايه اللي بيتقال عليه الحظر الجمركي او الحظر رافع الحظر؟ كلمه رافع الحظر دي طبعا الدوله مشكوره ان هي بتحاول ذوي الاعاقه ان هم يتسهل لهم حتى الحركه والتنقلات ويمكن القاهره او المدن او المحافظات بقت العمليه صعبه شويه فوفرت لهم الجزئيه دي يعني. هو ممكن معاق يقول لك والله انا يعني مش هقعد لسه 5 سنين انا مش عايز الاعفاء بتاعت الدوله فانتوا مع انا معفي من كام بنجيب البيان الجمركي وبنحسبها له والله انت معفي من مبلغ قد كده انا هدفعه يروح يدفع في خزينه الجمرك. بس هنا طبقا برضه الماده 22 من اللائحه الاستيراديه ما يعرفش ينقل ملكيتها لاي حد تاني الا بعد مرور 3 سنين وبعد 5 سنين لو هو صبر عليها الدوله مش هتطلبه باي مبلغ ايوه. شكرا جدا جدا للمعلومات القيمه اللي حضرتك اثرتنا بيها النهارده. واعزائي المشاهدين استنونا بعد الفاصل عشان هنتكلم في فقره مهمه جدا 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 تفيد كل الناس. فقره لو اديناها عنوان هنقول بكم اركب ايه او عربيتك على قد فلوسك. استنوني. هذا البرنامج برعاية بتستورد من برا مصر سيارات أغذية ملابس أو أي سلعة تانية استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي ثقة مصداقية. فاكرين زمان وإحنا أطفال كنا بننام من غير قلق من غير توتر بنرتاح. دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الأطفال. مع هيلمان هتنام زي زمان. أعزائي المشاهدين وفقرة من أهم فقرات برنامجنا عربيتك على قد فلوسك. ونبدأ فقرتنا بسؤال مهم جدا، يا ترى بكام أقدر أركب إيه؟ طبعا السؤال ده بيدور في عقل كل واحد بيفكر إنه يشتري عربية أو إنه يركب عربية، وفي أغلب الأوقات بيكون هو السؤال الأساسي في اختيار العربية. ميزانيتي كام وميزانية العربية كام؟ يعني ممكن تبدأ معايا من كام؟ ممكن تبدأ معايا من 10,000 جنيه لغاية 300 مليون جنيه. أيوة بالظبط كده، أو تحديدا للي بيحب يفكر يركبها بوجاتي السمراء الجميلة اللي ظهرت للأول مرة في معرض جنيف للسيارات وتعتبر أغلى عربية في العالم إجمالي تقريبا 328 مليون جنيه. نرجع تاني للميزانية اللي خلينا احنا بنتكلم فيها اللي على قدنا. هنتكلم عن ميزانية ونقسم الميزانية لمجموعة من الشرائح. شريحة أول هنتكلم عن العربيات في الفئة السعرية من 10-30 ألف جنيه. شريحة 2 هنتكلم عن العربيات في الفئة السعرية من 30 ألف جنيه لغاية 60 ألف جنيه. شريحة 3 هنتكلم عن فئة العربيات من 60 ألف جنيه لغاية 100 ألف جنيه.
شريحة 4 هنتكلم على العربيات من أول 100,000 جنيه لغاية 150,000 جنيه وهكذا وهكذا. هنبدأ نقسم العربيات شرايح بحسب الفئة السعرية، وطبعا كل ما هنعلى بالشريحة هيعلى معايا الأوبشن والموديل بتاع العربية. يجي بقى سؤال في اللحظة دي، يعني أنا لو معايا 15-20,000 جنيه ممكن تركبنا عربية كويسة، عربية ما فيهاش أي مشاكل؟ آه ممكن تركبنا عربية كويسة وعربية ما فيهاش أي مشاكل، عربية من فئات الفئات زي 124-127-128-31-32 أو ممكن لادا، ودي العربيات الأكثر شيوعا في السوق المصري في الفئة السعرية دي. وممكن كمان تركبنا أنواع تانية، ممكن منها أوتوماتيك، بس الأنواع التانية بتكون تقيلة شوية في البيع بالرغم من رخص سعرها وجودتها زي الدايوز بيرو والهوندا سيفيك وغيرها من العربيات اللي في نفس الفئة السعرية. بتبقى عربية تمام بس عايزة مصروف خفيف. يعني ايه مصروف خفيف؟ مصروف خفيف يعني حبة سمكرة، وش دوكو، فرش داخلي، جنوط، طقم جنط، عدة صوت، يعني ترويش كده وتظبيط. بعيد طبعا عن أساسيات العربية، الموتور والشاسيه والدواخل، أو بمعنى أكثر دقة الدواخل والشاسيه. في الشريحة الأولى تقريبا كل عربيات أو عامة في العربيات كل فئة سعرية أو كل فئة كل العربيات اللي فيها بتبقى تقريبا نفس المواصفات. يعني هنلاقي مثلا الفيات نفس المواصفات تقريبا، الهوندا نفس المواصفات، اللادا نفس المواصفات في الفئة بتاعتها. هنتكلم النهاردة عن فئة، بدأنا في الفئة الشبابية الأكثر انتشارا، معشوقة الشباب، الشباب كله بيركبها، الفيات 128. تعالوا نتعرف عن الفيات 128. طبعا الفيات 128 نقطة تحول في تاريخ صناعة السيارات. ايوه بالظبط كده زي ما استسمعت، على المستوى العالمي. ليه؟ قبل عربية 128 كانت عربيات ماشية بنظام الدفع الخلفي باستثناء بعض الموديلات الصغيرة مثل تروين ورنو. لما جت فيات بقى قدمت للعالم تصور جديد عصري مبني على قوة الجر الامامي على عكس بدل من الدفع الخلفي. كمان فيات من اول الشركات اللي اتجرأت على تقديم التصميم العجيب ده في وقتها. بقى اللي بعد كده طبعا بقى هو تصميم كل السيارات تقريبا في الوقت الحالي. التصميم ده خلق اول سيارة جر امامي ناجحة، وهنشوف ازاي التصميم العصري ده وفر لي مساحة كبيرة جوه غرفة المحرك، مع ملاحظة ان صالون ال 28 وقتها كان مماثل لعربيات صالونها اكبر في وقتها، طبعا اكبر منها اللي مبنية بقوة الدفع الخلفي. اما بالنسبة للمحرك فكانت 128 من اوائل العربيات اللي حصلت على محرك ذو كام علوية، يعني لو مفتح المحرك كده هلاقي عليه كام علوية. دي برضو ده ميزة رائعة بما يخص هدوء صوت المحرك في المقصورة طبعا، ومع السرعة بيديني سرعة زيادة. بالتصميم الثوري ده 128 حصلت على جائزة العام ذا كار أوف يير 1970. بعد نجاح ال 128 بدأت شركات كتير تستوحي تصميمها لإنتاج سياراتها موديلات جديدة بنفس تصميم ال 128. كان أشهرها على الإطلاق شركة فولكس فاجون اللي قررت في أوائل السبعينات تتخلى عن الرائعة بيتلز بعد نجاح قرابة أكتر من 30 سنة وتقدم تصميم عصري شبابي مستوحى تقريبا من 128. لقيت أول جولف شافها العالم 1975. نزلت من الجميلة ال 128 موديلين، موديل 1100 سي سي و 1300 سي سي، ليهم نفس الشكل تقريبا، والاختلاف جوهري في أداء المحرك وفي علبة التروس. طبعا هتلاقي الاثنين ليهم نفس عدد الاسطوانات، عدد 4 سلندر، وطبعا ليهم نفس الشكل وليهم نفس آلية التوجيه ونفس نظام الفرامل في العجل الأمامي ديسك وفي العجل الخلفي طنابير، نفس مقاس الكاوتش اللي هو 13/145 ونفس سرعة دوران الموتور 5800 لفة في الدقيقة. هتلاقي الاختلافات طبعا في سعة الاسطوانة نفسها، واحدة 1100 سي سي اللي هي تقريبا 1116 سنتيمتر مكعب، والتانية 1300 سي سي اللي هي تقريبا 1320 سنتيمتر مكعب. القدرة القصوى لل 1100 سي سي 55 حصان، اما ال 1300 سي سي هي 68 حصان. وطبعا في اختلاف في علبة التروس جوهري، ال 1100 سي سي عدد الغيارات فيها 4 وال 1300 عدد الغيارات فيها 5. الموديلات الافضل
في السوق. يعني انت لو عايز تشتري من واقع الاستطلاعات اللي معمول على الخبراء موديلات من 1980 لغاية 87، ده طبعا مصري ايطالي، موديل بموتور 1100 سي سي، موديل من 1988 لغاية 1992 الجي ال سي بموتور 1300 سي سي، موديلات من 1996 لغاية 2000 اللي هي النوفا المصري اللي هي اليوفو مصري يوغوسلافي. مميزات العربية 128، وأول ميزة بتتميز بيها إنها العربية رخيصة، فهي من أرخص العربيات في السوق المصري، وما زالت حتى الآن بنفس سعر من أول ما طلعت لحد النهاردة، سعرها ما تغيرش إن هي أرخص سيارة في السوق. بتتميز العربية دي بشكلها انسيابي جميل صغير، بيدي أي كمالية أنت بتحطها على العربية بتظهر. لو حطيت عليها كشاء، لو حطيت عليها مراية هتبان، لو حطيت عليها ستيكر هيبان. ثالثا توفير قطع غيار الغيار لجميع أشكالها وأسعارها، هتلاقي في منها الصيني التركي الإيطالي، وطبعا متناول في متناول الأيدي، يعني مش عايز أقول لك كده، لو حبينا نقول ممكن تشتريها من السوبر ماركت. كل الميزات دي خليتها الأكثر العربية الأكثر شعبية في السوق المصري، أصبحت تباع وتشترى بمنتهى السهولة. يعني أي حد مع عربية 128 ما بيعولش هم لا بيعها ولا صيانتها. أما من عيوب العربية 128، العربية دي أول عيب فيها إن هي بتتباع أصلا رخيصة من المصنع، يعني من المصنع بتطلع بسعر أقل من السعر، لسبب إن هي المصانع بتستخدم خامات مش قوية قوي، الصاج بتاعها ضعيف شوية، يعني قطع الغيار لها عمر افتراضي قصير، يعني بمجرد كل 50,000 كيلو على الأكثر المفروض بتغير معظم قطع الغيار اللي فيها. طيب ده اللي بيوفر التكلفة. من عيوب التصنيع برضو في العربية دي ان تجميعها على فردتين شاسيه ضعيف. طبعا فرد الشاسيه في العربية هم اهم حاجة فيها، والعربية دي مبنية على فردتين شاسيه ضعيف، هم عبارة عن علبتين صاج مفرغين من الداخل، بيستخدم فيها خامات قليلة من الصاج، وده اللي بيخليها ضعيفة. يعني لو خدت خبطة من الامام بتظهر فيها وبتبقى خبطة مؤثرة. من اكثر عيوب انتشارا في العربية دي برضو تبقى ماشي في أمان الله كده في الزحمة، وتلاقي كل شوية العربية بتطفي منك أو بتبطل، تدوس بنزين زيادة تفضل دايرة، بس أول ما تشيل رجلك من البنزين تلاقي العربية إيه بطلت. ده عيب شائع كتير جدا. المشكلة دي بيكون من الأبلاتين أو الكندروسر، هما السبب الأساسي في العربية دي، وده عيب من الأعطال الشائع جدا في العربية دي. وعشان تفضل عشان تبقى حامي نفسك من العيب ده، يبقى كل شوية لازم تشيك على البلاتين وتغيره والكندروسر كل شهر، على مثلا كل شهر كده روح شيك عليهم، لان متوسط عمرهم الافتراضي للأسف صغير، عشان سعرهم صغير فهتلاقي ايه متوسط العمر الافتراضي بتاعهم صغير. وطبعا لما تيجي تغيره يفضل انك تجيب النوع الانجليزي. عيب تاني خطير، تبقى ماشي كده في امان الله على طريق غير ممهد، او ماشي في طريق كده كله شوط مطبات، وتيجي تعمل تدوس فرامل كده عشان تعدي تبدا تسمع صوت طقطقه خفيفه. الطقطقه دي بيبقى عيب عندك في شرخ في جسم وشاسيه العربيه، يبقى لازم حضرتك تروح على اقرب سمكري كويس يلحم لك الشروخ دي اللي بتظهر اول باول، ولو لازم الامر يعمل لك زرجينه في جسم الشاسيه، بعدها بيلحم الشروخ اللي عندك. وخليك فاكر ان اي شرخ هيظهر وتسمع صوته ومعالجتهوش هيودينا المشكلة اكبر، ان الشرخ ده هيوسع وممكن العربية تيجي النصين، وهو ده يعتبر الشروخ دي من اصعب واكتر العيوب السيئة في العربية 128. نتكلم عن عيب تاني مهم جدا، انك تبقى ماشي وسايق في امان الله، ومرة واحدة تيجي تدوس دبرياج تلاقي الدبرياج ايه نزل على الارض وحلف ما انا طالع تاني. يعني ايه سيركت دبرياج بقى حضرتك كده ايه شكرا ايه اتقطع سيركت دبرياج اتقطع. وساعات طبعا بيديك انذار، الانذار ده يعني لما يكون كده سلك الدبرياج بتاعك بيعمل معاك واجب يبدا يديك انذار، يعني قبل ما يتقطع كده بشويه كل ما تيجي تدوس عليه يروح يبدا يديك عمليه ايه يديك شويه كده صوت وطقطقه وتحس بيها في رجلك انت وبتدوس على الدبرياج. بعدها اعرف حسابك ان قدامك 20 30 40 50 ضغطه والسلك ايه خلاص ايه هيتقطع. وطبعا السلك ده الانذار ده بيبقى عباره عن صوت طقطقه بسيط كده بتحس بيه في رجلك انت وبتدوس دبرياج. ساعتها بقى تبقى انت عارف ان سلك الدبرياج ده خلاص هيتقطع، يبقى انت لازم تروح ساعتها لاقرب
ميكانيكي ويبقى عندك يغير لك سلك الدبرياج. وعموما نصيحتي للجميع ان انت تشيل معاك سلك دبرياج ومعاه كمان طقم صواميل. وهتقول لي ليه طقم صواميل؟ لان طبعا لما هيتقطع سلك الدبرياج هتلاقي كل الصواميل ايه وقت منك في الطريق وعمرك ما هتعرف تلمها تاني. فلو ما كانش معاك طقم الصواميل مع سلك الدبرياج يبقى ايه مش هتقدر تعمل اي حاجه، وهيبقى عندك ايه حل واحد ان هتلاقي العربيه وقفت منك ومش هتقدر تعملها اي حاجه تاني. طبعا اول ما تلاقي الدبرياج واقع هتروح تعمل ايه حضرتك؟ هتتصل باقرب ميكانيكي يجي لك ويجيب لك مع سلك دبرياج وطقم ويغير لك ايه الطقم. طيب لو انا ما عنديش سلك الدبرياج ومعيش ميكانيكي هعمل ايه؟ هتروح تعمل حضرتك تعمل ايه؟ هتشاور لاي سواق تاكس لو انت معاك الطقم هيركبه لك. طب ما فيش ده ولا ده، هتروح تعمل ايه؟ هتجيب العربيه على التاني وتشغلها، هتلاقي العربيه طبعا بتنط معاك، هتبدأ تسايسها كده لحد ما تبدأ تمشي معاك، هتمشي بيها بالراحة كده على الهادي لغاية ما توصل لإيه؟ لأقرب ميكانيكي وتغير منه سلك الدبرياج. طيب علو درجة الحرارة من ضمن العيوب الخطيرة فيها إن درجة حرارة العربية دي بتسخن بشكل غريب، وده بيبقى دايما مشكلة شائعة في 128. وهنقول السبب ده إن سبب من واحد من الاثنين، سبب علو الحرارة ده إن المروحة بتاعتي ما بتشتغلش في الحالة دي، يعني المروحة دي المروحة العربية ما بتشتغلش، دي معناها ان الفيوز اللي عند حضرتك في علبة الفيوز اتحرق. وطبعا تقدر تغيره لو انت ايه لو انت معاك علبة فيوزات او معاك فيوزات هتبدأ تغيره. في ناس بقى بتعمل حركة تانية، بتروح تعمل مروحة على مفتاح كهرباء، مفتاح كده زي مفتاح النور، بتعمله ان هو بيشتغل دايركت، بيشغلها دايركت لحد بيفصل الترمستات خالص ويشغلها دايركت لحد ما يوصل له ان حد فيه لاقرب ميكانيكي لاقرب كهربائي يشوف لي مشكله ايه العربيه او يشوف لي المشكله دي. دي اهم العيوب الشائعه في ال128. للاسف وقتنا خلص، بس الكلام لسه ما خلص، هنكمل معاكم الحلقه الجايه ان شاء الله. هنكمل عن موضوع الجمارك بالأرقام، هنتكلم بالتفاصيل أكتر عن استيراد السيارات، وهنتكلم عن عربية جديدة وموديل جديد في نفس الفئة السعرية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي من 10 إلى 30 ألف. ونشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الميعاد. استنوني.